يعني كابتن احمد، باقي 3 ماتشات في المجموعه، الحل او اللعيبه ايه دورها والجهاز ايه دوره الفتره اللي جايه، او ايه المطلوب الفتره اللي جايه هو عشان نخرج من اللي احنا فيه ده؟ بالمنطق لسه فاضل 9 نقط موجودين، انت ما بتعرفش بكره في ايه. طيب بس اللعيبه اللي في 3 مباريات منهم خسرت جاب نقطتين، يقدر يجيب 9 نقاط؟ لو فضلت الامور زي ما هي كده يبقى مفيش فايده. لازم، عشان كده انا بقول ايه، واقفه مع المدرب. يمكن اسماعيل قال المدرب يمشي. انت راي حضرتك؟ انا يعني انا مع الراي ده طبعا. جمال، كابتن جمال، طبعا طبعا مع الراي مش مركز. طبعا لا لا، من بدايه خالص، طبعا مش النهارده بس على ده فكره. من زمان. انا يعني بص، طالما نفس الشخص، نفس البني ادم اللي اشتغل واشادنا بيه عمل حاجات مش طبيعيه، لا خلاص انا مش بالنسبه لي مركز كده. معاك. بس مش انا صاحب القرار، بس انا بقول انا رايي ان المدرب دلوقتي، لا اذا كنت عايز تاخد ال9 بونت اللي جايين عشان يبقى لك امل، لابد من تغيير. طبعا مش هتغير اللعيبه، لا ما اكيد ما مش هو هتغير اللعيبه اللعيبه طبعا. السكواد بس الموجود كمان ده، كان جمال وكابتن بيتكلموا على حاجه، اللعيبه المشتته لازم يبقى ليك لا واقفه دي حاجه معاهم. تانية طبعا، يبقى لا ليك دي واقفه حاجه معاهم. تانية طبعا، دي حاجه تانية. دي لازم يبقى في وقفه مع اللعيبه عشان يتحط الوضع الطبيعي بتاع النادي. انا بتكلم لو الوضع الطبيعي بتاع النادي خلاص، اللعيبه دي يعني انت يعني ممكن ازعل منه، بس هو اللي مكمل، يعني هو اللي مكمل دلوقتي على الاقل. فانت الحل الوحيد دلوقتي اللي هو المدرب ده، من طبعا الا اذا رات الاداره اي شيء تاني، واخد بالك ازاي؟ فالمدرب مش مركز، ومش من دلوقتي. يعني النهارده فريق الوداد ماتش الدوري اللي فات اللي اتغلب فيه ما كانش بيلعب التيم كله، ما كانش بيلعب بالتيم الاساسي، مريح ناس كتير. صح، كان مريح كمان ناس. احنا في كاس الرابطه قلنا كابتن اسماعيل ان هو ما بيلعبش بالتشكيل الاساسي، انت بالاساسي دلوقتي الفرقه كلها كامله معاك. انا بتكلم على كارتيرون لا والزمالك. سيبك، انا عايز اربط لك. يعني الراجل المدرب بتاع الوداد قعد لعيبه كتير جدا ما لعبوش الماتش بتاع الدوري عشان يجوا يلعبوا الماتش بتاع النهارده ويكسبوا. خد بالك، هو ده الغرض. يعني انت حتى لما هتيجي، ممكن برضو في ناس لامت المدرب على انه ما لعبش في الدوري، انما النهارده جه قال لهم يا جماعه انا عندي بطوله مهمه جدا عايز بس فيها. الفتره كانت قليله غير فتره اللي احنا اتكلمنا فيها يا كابتن. كان في وقت انك الفتره تقدر كانت تريح كمان، يعني هو 3 ايام عشان كده ريح مجموعه لعيبه، انما انت كان عندك اسبوع. لكن انت عندك 5 ايام ولعيبه جايه مريحه اساسا. احنا قلنا لا، اصل احنا قلنا ايه، اتكلمنا في النقطه دي بشكل كبير. لا، السبب الوحيد ان هو يريح اللعيبه دي انه عشان الماتش بتاع افريقيا، ما انا مش لاقي حاجه تانية عشان تكسب عشان تكسب ماتش افريقيا. حتى قلنا يا جماعه ممكن يحصل لا قدر الله حاجه عكسيه جدا، ما تكسبش في الاثنين، ده اللي حصل. هو ده بيأثر عليك في البطولتين، واخد بالك؟ انما مدرب الوداد النهارده لما قعد اللعيبه حقق المراد من تفكيره، انه كسب الماتش بتاع بطوله افريقيا. فالمدرب يعني وحاجات عجيبه جدا بتحصل في الملعب من زمان، باك رايت اشول، معرفش مين بيلعب ديفندر، يعني كلام برضو. التغييرات اللي انت حضرتك دايما بتتكلم فيها، يعني كلام في كره القدم، تغييرات في مراكز اللعيبه، تغير في مراكز اللعيبه. بس إيه؟ يبقى على عدلته اللوجيك يعني. انما لما لقينا عبد الله جمعه الاشول بيلعب باك رايت، دي كمان كانت يعني من عجائب الدنيا السبعه، واخد بالك ازاي؟ ومع ذلك استحملنا. انما دلوقتي لا بقى، خلاص الموضوع وصل لمرحله ان يعني يكون لا او لا اكون، خلاص واخد بالك ازاي؟ اتمنى طبعا ان احنا نكسب ال9 بونت، ده امل وموجود، بس بشرط برضو كمان حاجه تانية، اتفضل. يحصل تعطل، ما هو انت النهارده القرار مش بايدك لوحدك. يعني انت كمان عشان تكسب ال9 بونت او ال3 ماتشات لازم الفرقه بتاعت الوداد دي تتعطل. لا، انت لو كسبت يا كابتن، انت لو كسبت ال3 مباريات اعتقد 9 على طول يعني. والله 11 يبقى 11 نقطه. طب هم لو كسبوا الماتشين غير ماتشك، ما هو كده يبقى بيترو اتلتيكو اللي ممكن ما يصعدش. يعني ما هم 6 هتخش في حساباتي لو كسبوا. ما لسه عايزين ورقه ورقه بقى ونقعد نحسب كده. كده هم النهارده 6. والله يا كابتن دي يعني مش 6 بونت النهارده. 6 دايما نحط في نفسنا. هحسب لنفسي انا متفائل جدا وهكسب ال3 ماتشات. 11 هم لازم برضو يبقوا متفائلين، هيخسروا ماتش الزمالك ويسابوا الماتشين التانيين، يبقى هم انا بتكلم الموضوع. حتى عشان كده لازم احنا لما نكسب ال3 ماتشات لازم برضو الفرقه بتاعت الوداد تتعطل ماتش تاني غير ماتشنا. فاحنا ليه حاطين هي وبترو كابتن؟ هي وبترو ما يا جماعه، احنا عايزين نحسبها انا كل ده
يعني انا بتكلم احنا بنحسب هو لسه في كمان الوداد لسه كمان هم هيلعبوا بعض اتلتيكو وهم هيلعبوا بعض ايوه ما انا بقول لك يعني هي ايه برضو فيها حسابات واخد بالك ازاي فاحنا اللي دخلنا نفسنا ده والسبب الرئيسي في هذا هو المدير الفني